كلنتي وعن أو ونعكسنا دعوض يالكسر دوادا برنامج كني ملحسجا سياسجا برنامج كنا ملحسجا سياسجا أو حلي جانو كلا كبحة تلفزيون كعالم جا يونيفرسال تي في أدي أدو حنقول ما هنقينا سياسجا وين إيرو عدد جا إسماعيل هور بوبا إن واحد بلوحة كورن تا إسماعيل إن مدة دي أتوقتي إير سومالا إن مدة كم قلت سقالية طول مالها كدو إن محا اسبدل لين إيه إن سياسة دقة كا يضو عن كوجل محا تكارك اسم ياش إنفرايستركتر كا بسم الله الرحمن الرحيم رنتي دستة بلوشة كتي مدة هذيل مي بحاها بدن بان هرجيسة كم مقنع لكن سو القصة النقضي هذيل مي دقة وع دقة هرجيسة دي هرم بهذيل مي أنا جاية هايد وبلارتي آدي آد بمجال دو بلارتي سياد بدن بانا حد المي دادوينو هو اي ودستان او مغادو دينتي انكو اقاني حد المي بحاها لح غور طوان الى طوان غور باد اوران كرتاوي حد المي بحاها في الداي لين حكستان او في الداي لكن سي حد دانا لين عيب بدن حد داد كاي اكتو دادكو انكستو دادالي مثل حد دانا وحكم مقان اديقيا دي لو بحنا اي دا مغالا دو مغالا حد المي بحاها آدي آد ugu eeg magaalooyinka waaweyn ee caalamka ay noqon lahayd dhinaca dilmay baxaha ee wadooyinka dhinaca biyaha dhinaca electricga dhinaca dilmay baxaha sewage-ka iyo dilmay magaalada dilmay nadaafadeeda arrimahaas oo dhama waxaad moodaa inkastoo magaaladu aad iyo aad dilmay u fiday misna haddana in sidii dilmay ahayd inay dilmay kuwaasina ay u kubcaan aanay u kubcin لكن سيد هذه المية محاها سيالة فربنا وينوكسون هاي دي باتبا صومر تاي هذه المية محاها مقالة وي هاي يعني اسمع الان مدة ايا دي مكا اي تشوكتي مركا مدة دا وضع مصريد انك استو انك انك اي شاهد مركي ورسي صحافة دا عاد ان لكورانتو ان مركا ان مركي اتسوب حي سينا داد بضان وحي كلها ان بس صحافة دا مركي كسو ورسي سي ان قاركود وحي كوري ما منصب باد دونيسا مركا ان انتي ادو اتشوكتي ان مدحوينها من لكورانتي ما هلا ما كل من مدحوينها دلي مدحوينا وحا أن لا أن نسألكنا كل أن هدل مي بحها وذا تشوقني إماراتك أبو دبي هدل مي بحها لكن سنت أنا كان إميد هدل مي بحها وأكسون هو ده هدل مي بحها حزب جه هدل مي بحها وكمد كي هاي لباتوين بدن هو هدل مي كتشري وسيارة فرب بدن بكل كل مدحوينو مشكورها وانا دعي كرتاب دي يوغو كوحي هيران قاركود انا لما لا تعلان انا مدحوين هاي سارقنو كل كاس الدلمي بحاها لكن سمان ما رقل ايمك انو هكاك ان سياسة دا ان سومال لان ان وادركتي مثلا ان اذيبو عنو اوكال قريل حسبي احان ان ما انكال قريل حد رب المركة دي اكتو ان استركتر قابحان ان ايود سيهين احساب تا سومال لان ان سيادو عركت هادو إن رنتي يسبدل على سده كل كي هدل مي بحاها لو فير صدو كل كانوا أسنا ما هان كسو قلاي هل كان إيو دولة ديوغوه الرئيسين أنو كميت كاها عبد الرحمن هدل مي بحاها وحكس تيك ليل بايهاين ماي ديجين ماي فريسان لكن سيمك واحد مدائنو هدل مي بحاها إن سياسة دا حقا حزاب تودن كو أي سد حزبي إني هدل مي تشيران لقون ديي حزب الحاد المية بحاها كل بابا مدحوين وكسو شيء ذي اللي بحزبي وكلا واحد مدة قون ده هاسلو قون دي هنا يهد المية معنا الدني كبح سنين وهذه يقول على حزب حكم كهيا عند كسو شيء ده دواء وناكسنت هاي كوكلين على جاء واحد المية بحاها أحزاب تترتن كودة هنا كلا قيب سمان لك الله ده حزبي وكلا قيب سنة حكم مدحوين وهل كسو شيء ده حزب هايستا واحد مدة دنا قار إني هدل مي كتيران وحنا نوش على لها إن أحزابته أي هدل مي محاها سد العالم كوردن هرت كل كهرباء بدا أي في فيدان أو أي دتكو هدل مي حق بقولي هي إني حزبي سماستان لكن س دنا هالو هدل مي قونديس ده دوان وان فهم سنة هاي لكن س إني سلاسون أها تما هي إن لقف كرا كل كهدل مي محاها dadweynaha inay hadilmay qaan gaareen siyaasad ahaan oo iyagu hadilmay danta waxay tahay xisbiga soo qaddima in hadilmay ay isugu ururaan ay gaareen waxay la tahay in lagu socdo taas
وين أكسونا هاي الدلم ودنا هذا وين بدي لما حزبيهم بسوا نحسن وحلق هذا وايو لأنه أحرمتوا وحيكون عشان تدعيني دسكو هالدلم إنك استو أي بهين إن أي حزب كلا دوان عيشان مثلنا هذانا دوينها عالم كسياسيا بدي ودنا هذا هالدلم لما حزبي بسوا هذا وحلق هذا وده بعدنا سلا مريكان كوكلا حزبها هالدلمي ديمقراطية حزبها هالدلمي محارب ببلكانس كوكلا ولي هي ما يهين واحد دلمي قانون كورين لبدا سكرية تري لكن سدد وينها قالي بسلاين بسيل كسياسة ذا هالدلمي فرعية هنا هالدلمي محو هالدد كوكلا دورتان لبا هالدلمي محو هالطريق أولو سوق قدمه وهذا يعني اسمع الواحد شوكتي أنتي خلافاتكم مثلاً صدق هذا حسبي مع أي حق أو كلا بالنادر اللي شوكي سيدا دوار كيسا خلافات كاسلكو ذا يو إن ورت سيدا إذا بقى سومالنا واحد مدة إن حد المدينة عسياز ده حال أبوك وكوب ذي هاي وأدمودو إن سياسة ده أي كل هاد المي أباهم تي وحدات كل جمعة ويلية إني هاد المي كيران يضعوا لوكسوني وحيا لفرب بدن إنا أنا هاد المي قبسو من سدنا موحيهنا أنا كقبسو من كرين كل كاس حلابور كا هاد المي آدو بدن سداس أود هاد المي حزبت واحد مدة بدي الرمو هاد المي بحها إن إسكح على أبورة إن هدل مي محاها بدل إسكح وحيالها مهم كا أي تهين لورد على عدد وين حلو بندقو إن أنا هدل مي محاها بدي أنا إن نكون رمو هدل مي حزاب تأسكوا قبطان يلي سلاس تهاي دنا أنا وحيلة حزاب تا خاصة حزب زي ما أنت حكومة أم بابا هدل مي محمد حوين وكسو شيء ذا إن هدل مي محاها قاب كأي وحوضان و هدل مي لباتكين كرو إن أودن كوسن قو حزب كلي إنه هدل مي محاها النقض قف حزب هدل مي شقادة قبان كروايو كل بعض هدل مي حزب حزاب تهدل مي ترتمي وحويا وحيالا إن كبد بعدان خاصة دولة إن دتك أشقيا وحنسير سيرس كليلة هذا هو أذى جدد وينها جدد وينه هون بيوسمي هنا حزب كما السعودان كل كاس واحد مدة إن هدي المية حزب جاي مك هدي المية مدة مدحوينه لكن عفوا مرك عليه كل هذا هذا يجي أنت بدل مستجع وود بدل قاعد لكن هذا حديد سعد صفر صفر فلا إن حزب الوود ما يا حزب الحاكم كو نظام كلقات هو نظام هدي المية بحها مدحوينه presidential system وحلينا هذا مدحوينه إنك استو حزبي كسر دحبه لكن سكول الدورني دت كوردن بعد دورته وقف كل كاس كل كهر حزبي مدحوينه كسو تشيدو لكن سكول كورسي فريستو ما أهم مد حزبي كسو تشيدو ومد هدي المية محاها دوينه هي أحزاب تكل الدوان كل كهر كلاها أي صورة عين إن هدي المية محاها ويسوق صابح كل كاس دوينها دورتين مدحوينه حزبه ما دورن وأين كل كاس هدي المية محاها إنك استو حزبي ده وكتر سنية هاي وحزبي قاسي هدي المية جوشو لنا سياسة ده راعي سو لكن س بدي هدي المية ما ملك السماية ما أهم مد هدي المية محاها ده أول على عين لي هذا قاسي مها هدي المية محاها وزارة ده وين حزبي كم النقطة تاسي واحد أدمي وكان س حزبي جي هدي المية أما قاب كي شو يعيد هدي المية محاها حزبي جي هدي المية محاها شو كان عد كان لتر تما هينو وهدي المية محاها ده ولد قبي جي ده بقى و إيساق هذه الميدات كرده ورده وشقه إيه كسو تشيدا أنا هدين وعاقنو حسبيضا كلا المتلا فيصل على وراء وكل خلاف با كتشرا كان كلا قليسا وحويا وطنقا وحوا كتشرا سيداد بركا فيصل يتمال إن أحرمه هذي رمتي سنشيري دمي واطن لا يهار دلمي حزابتو واحد مودة با أحرمه العلوس لي تهيني حزبه هذي المي أم بحزبه دحديسا اللي سكو قبتو أم بدد وينها اللو بنقي عيني النقضان مسير كأمدن هدي المي محاها سيدي اي ميل اوغار له هذا وحقوق حقاقي لحايين لكن سي واحد مودا وحياله سوكي او حال ابور افر بضن اني احزابته هدي المي محاها اي سكو قبطان كل كاس كل كلا جاء يقول كل مية أول أركي إذا هدي المية أنت أن شو جبي أخر ما بدن الدعان ما هن أخر ما حاسين إيه هدي المية محاها سدى أود أنا أود عن أنا جوا هدي المية ولا جوا نعكسنا وحزب يقول نظام كي وكوش قين لها يوحي يد مدة كل كهرباء بين أن حزب حاجة أكسن أنا وحين حزب يقول نظام كي وكوش قين لها
inaanu si wanaagsan u qaan gaadhin oo si wanaagsan hadilmay u abuurmin hadii kala damay dhacdeen hadilmay muxuu ahaa dhibaatada culus ee xisbiga dhexdiisa ka dhacday may dhaceen wax hadilmay xisbiga hadilmay u cido kala ku dhidiisa hadilmay muxuu ahaa waxyaalaha ka dhex socda waxaad aragtaa hadilmay inaanu xisbigu bislayn dad badan ayaa xagga joogtay oo muddadii aad ka soo noqotay ilaa halkan aad imanaysay dad badani waxay leeyihiin bal ismaaciil weli ismuu isbuu bedelin marka aragtay ahaana adigu bal ka waran sidaan u sheegay horta dee wax weeyaan interviewgan kii ugu horeeyey intan Soomaaliland imid waxay ila tahay hadilmay muxuu ahaa kolkan debi joogay in hadilmay muxuu ahaa home cable hadilmay ay wareystay waanan hadilmay muxuu ahaa soo jeediyay aniga aragtidayda siyaasani halka iminka ku cabiran tahay waxaana weeyaan hadilmay muxuu ahaa in waddanka maanta hadilmay waqtigan aynu ku jirro haddaynu dad soomaaliya nahay mushkilada ugu weyn ee haysata waa jiritaan iyo jiritaan la-aan sidaas aawadeed in hadilmay muxuu ahaa arrimaha masiiriga aynu hor yaalla hadilmay muxuu ahaa lagu soo celiyo hadilmay lafdhabarkii hadilmay ummaddana ay ku socon lahayd ummaddan hadilmay muxuu ahaa ba wixii jamhuuriyadda hadilmay soomaaliyeed la odhan jiray waxay ka koobnayd oo ay ahayd laba qaybood oo qayb uu talyaanigu xukumi jiray iyo qayb ingiriisku xukumi jiray maanta arrimuhu halkay socdaan qaybtii hadilmay talyaanigu xukumi jirayna waynu ogsoonahay dhibaatada culus ee ka taagan oo maanta hadilmay muxuu ahaa inkastoo ay habboonaan lahayd in dowlad hagaagsan oo ummaddan wax u wada qaban karta inay hadilmay ka jirto inaanay hadilmay arrintaasi ay weli hadilmay aanay weli faray ka qodnayn oo loo baahan yahay hadilmay muxuu ahaa in hadilmay muxuu ahaa wax laga qabto dhinaca hadilmay muxuu ahaa dhinacii hadilmay muxuu ahaa ingiriisku xukumi jiray Soomaalilandna rabitaanka dadweynaha si wanaagsan de dadku waa ula socdaa waana la ogsoon yahay laakiinse haddana inaanay xisaabta siyaasadda iyo hadilmay muxuu ahaa dhismuhu ka taagan aanu weli mid si wanaagsan lugaha isugu taagay oo caalamku aqoonsan yahay oo hadilmay muxuu ahaa ummaddan u qaban lahaa wax aanu gaadhin sidaas aawadeed anigu waxaan arkaa in hadilmay lagu noqdo labadii qaybood ee isu yimid bal kolka hore mid walba inuu si wanaagsan isu taagi karo in la eego dib loogu noqdo hadilmay muxuu ahaa isu imadkii ay iminka habboon tahay in hadilmay walbana si gooni isu taago wixii safiir natiga ahaa ee kolkii hore labada ay isugu tageen ay midka ka dhigeen in laba laga dhigo laba qaybado laba dowladood oo Soomaaliyeed oo mid kastaba madax bannaan yahay uu haysta dowladnimadiisii in lagu noqdo ayay hadilmay muxuu ahaa ila tahay waayo danta dadka Soomaaliyeed taasaa ku jirta haddii kale hadilmay waxaad moodaa wixiiba inay hadilmay kala daadanayaano koonfurina ay u kala dowlado yaryar oo iyaguna haysta aanan kala badbaadin hadilmay muxuu ahaa ay hadilmay ay noqdaan oo dhibaato culus ay meesha ka dhacdo taraafku waa eray aan ku weydiin doono had iyo jeer waxaad tiraahdaa iminka ugu dambeyntii markii aad ka timi xaggaasi amba aad ka soo noqotay mabdacaagan dhinaca u badna ayaad maanta aad aqoonsatay Soomaaliland waxaad tiri waxaa loo baahan yahay hadday koonfur doonayso in dhibaatooyinkani ay ka tagaan sidii lixdankii in Soomaaliland ay aqoonsadaan aragtidaasi sideed u aragtaa sideedaba kolkan leeyahay hadilmay muxuu ahaa maanta waxaa loo baahan yahay badbaado ee midnimada waqtigeediiba ma joogno waayo hadilmay muxuu ahaa arrimuhu hadilmayay haddii sidan ay isugu jacbursan yihiin lagu sii socdo koonfurina hadilmay dhibaato weyn baa hadilmay ka hor imanaysaa waqooyina dhibaato weyn baa ka hor imanaya waxa weeyaan in la eego maanta sidee ummaddan wax ugu qabsoomi karaan waxaan sidan horeba odhi waxay u qabsoomi karaan waxa weeye in dib loogu noqdo dan haddii la moodiy lixdankii inay labadii qaybood midna ingiriisku xukumi jiray midna talyaanigu xukumi jiray dan la moodo in laysu keeno maanta waxay dantu ku jirta horta inay labadii mid kastaba gooni ay isu taagaan kow maxaa hadilmay muxuu ahaa arrintaasi ay keeni kartaa aniga waxay ila tahay hadilmay dhinaca koonfureed waxyaalo fara badan oo u qabsoomi la dowladnimada la siiyo ama sovereignty-ga Soomaaliland hadilmay
أي لحدن كيلا حيد سو علين تيدو وحلو با هاي كونفور سيدا إمكا تحاي دولة دو إمكا أس عام السملا يلاحظو أيا يلي أنكا تغي نو وحكا قبلين وين أكسون هاي أرين تاسي إناي سورة قل أهني هاد دلمي محوا أهين أو دباتو وين إنكستو هاد دلمي مغالا دحمر أي ردكتي مسنا هادنا dibaatada ugu weyn hortaagan inay dhinaca amaanka ay tahay waa la ogsoon yahay dawlad Soomaaliyeed oo Soomaaliland ah oo hadii mid muxuu aha ilaah awoodihii dawladda ay lahaan jirtay waa cid kaliye ee dibaatada amaanka ee koonfur wax ka qaban kara Ethiopiana kama qaban karto Kenyana kama qaban karto Ugandana kama qaban karto Burundina kama qaban karto dawladda ay soo yeedahay hadii mid muxuu aha dadka dad faa'id fahamsan oo maanta wax ka qaban karta dhinaca amaanka waxa weeyeen dawlad Soomaaliland oo la ixtiraafo oo la siiyo awoodihii dawladda ay lahaan jireen oo maanta haddii mi ixtiraaf la aanto ay u diidsan tahay awoodii dawladnimo ee caalamka inay dawlad haddii mi madax banaan oo sovereignty ay meesha jirto weli lama gaarin waxaana loo baahan yahay sidii loo loo qancin lahaa caalamka in haddii mi muxuu ahaa arintaas loo shaqo haddii loo hawlgalo hawlgalka waxyaalaha ugu weyn wax weeyaan aqoonsigaasi mid dibadda ka imanaya maasada aan ugu arko waa mid labadii qaybood ee hore kolka hore isu tagay imika ay dantooda u arkaan inay haddii mi laba noqdaan oo ay iscaawiyaan oo sovereignty-ga haddii mi muxuu ahaa Soomaaliland lagu soo celinaya aanay noqon uun haddii la mid Soomaaliland oo kaliya anfacee laakiinse koonfurna anfaca in haddii mi noqoto taasi haddii mi muxuu ahaa waxay keenaysaa dhinacii haddii mi amaanku kale haddaan ku noqdo ma aha haddii mi arrimahan maanta Soomaaliland hortaagani arrimo haddii mi muxuu ahaa labadii isu tagay oo kaliya haddii mi ay ku saabsan yihiin inkasta oo dawladaha haddii mi muxuu ahaa caalamku ambahan noqdeen kuwa haddii mi jaarka wax leeyahay regionalka la yiraahdo ambahan noqdeen kuwa haddii mi meegaarka ka sareeya haddii mi muxuu internationalka han noqdeen kolka haddii mi arrintan sovereignty-ga Soomaaliya in loo soo celiyo laga wada hadlayo inkastoo yiraahdaan haddii mi muxuu ahaa dahorta ku soo heshiiyay arrintan idinku oo ay base-ku muhiimka ay tahay misna haddana dawladaha ku dhidoodu dana gaara ayay mandaqada ka leeyihiin waa in haddii mi laga wada hadlayo Soomaaliland iyo Soomaaliya sida ay u wada shaqayn lahaayeen dadka badidiisu arrintan waxay yidhaan two state solution waxa weeye waa xal anu waxaan u arkaa resolution inay tahay wax labada qaybood ay kolka hore ka wada heshiiyeen waayo dawladaha jaarku kolkaas marmarsiiyo arrintani haddii mi muxuu ahaa ammaan wuqooyi iyo koonfur waxay isku raacsan yihiin oo waa la isku layn doonaa waa la isku qabsan doonaa oo dadka qaarkood haddii mi muxuu ahaa arrintaas jaarka haddii mi jaar dawladaha jaarku qaarkood ay haddii mi u arkaan way buuxinaysaa laakiinse arrintani ammaanka koonfureed kolka la yidhaahdo Soomaaliland oo kala ugu habboon wax ka qaban karta dawladaha jaarka dantooda weeyaan kolka dantoodii bay buuxinaysaa caalamku maanta sidaynu ogsoonahay oo Maraykanku ugu horeeyo waxyaalaha ugu waaweyn ee dhinaca ammaanka geeska Afrika ay ku hayaan xagjirnimada sidii wax looga qaban lahaa kolka la yidhaahdo arrintii annakunbaa wax ka qaban kara annaku haddii mi haddiina la siiyo sovereignty-ga iyo annaka wax ka qaban kara ee weliba taas ay ku taageereen dhinaca koonfurtan ay ku taageeraan Maraykanku shaqadii cuslaad u lahaa meesha laga qabto waxay noqonaysaa kolka waxay sahlaysaa mid uun baan waxaan soo qaaday wax kale ammaanku maan soo qaaday dhinaca haddii mi muxuu ahaa in waxaan la yiraahdaa state institution building ambaba haddii mi qaab dhismeedkii dawladnimo oo u suura geli la haddii mi koonfureed jiritaanka iyo yuhuunta iyo waxqabsiga dawlad Soomaaliyeed oo ka shaqeynaysa waqooyiga koonfur iyada haddii mi dhinaca wax ka qaban karta dhinaca haddii mi duba heshiisiinta ee haddii mi muxuu ahaa maanta la ogsoon yahay weli in haddii mi beelihii iyo reerihii deganaa koonfureed maantada ay islaynayaan ay ogsoonahayna haddii mi dhowr iyo labaatan sanood arrinta ayna kasoo gudbeen haddii mi dhacsoo laga soo gudbay waxyaalo weyn ba haddii mi Soomaaliya ka qabto kaga sidaas aawadeed ayaa loo baahan yahay resolution waxa haddii mi weliba ay ka shaqeysay dawladda Soomaaliland
ويكشقيين هدي المي محاها إن دقن كسوماني لان ويكشقيين أحزاب السوماني لان وعه هدي المي محاها كل كاس شقو لبدي لنا عنتي يسقي مادان يدو قيبها كل الدوانة بلشدة أذيك سنية إن أي وحن الدن وين أي وجرتو كونفر دن وين وجرتو سوماني لان لا يسلع أركو أنا واحد كوارك أرمي فرب بضم وما أنت عدة أبا حن لبضة أرنتنا هدلمي سومالي الآن هدلمي بحاها أقون سجيدة إيو سو سو علنت هدلمي سفرن تجي كونفري وقوي واحد مودة إن كونفري أدو أبا حن طاي وواحد كلي ما أنت لباتوين كتاعن عدة كلي وحلقة بنكرتا هدي لجهلو دولة سوماليات أو ماشي فهمسن وحققة بنكرتا هدي المية دنتا كونفوري ذاتا أنا اعتراء ها قالوا حنكو لعنال دنتو وامد مين لو هذا الشير قريوي كونفوري مبادن باد شوكتي سياسيين بادنو كونفور تانا ويساركتين عرمها مركا عاد كلا هذا الشيء سيدي قواركيين قولو ذي كاس سياسيين تي سياسي هدو أنا وحداد وفير ستو هدي المية بحاها انترفيو بادنو انقالي إلا لابد يكون إيو تدوبة ذيبا سمال لمن كن نقول يابان هديل مي معها كل علين شري قار ما كن نقول يسابل علين شري شو قوين بقى يسعده كهديل مي وحيدا ماذا يعني هديل مي تجده نبأ علين شري أنت أنا هذا وها ولا أنت ساحر خاصة لأنه وحلاقة حليا ما هدن سمال لأنه كليا ولا لذا أنه هديل مي وده شغني كونفور إنه سياسة دكوا ده شري سهالة فربضن بعنو أنت هو ذا قادر دكني وحا هدل مي صوب حي كل كان هدل مي يكون نقضو سيدي وحايين لبا رأيي اياد مودا اني كصوب بحين رنتاس ادي مكي ويدي سي كل كي ان كون نقضو دسفر بدنون اسكا عرقناي ريال بدنون اسويدار سني ولي با هدل مي دات سياسة دا كوچرا او موقال كيلة دات هدل مي محاها دناعا هدي المي تعلين تأيو علمي أرنت أنا هدي المي الجود حقي للعالة ده هدي المي محمد أحد قامه ده هو كل كد فرنتي لو ده حلو ورمان تلي بعتذر إنه سين وجبحنا أنه سوى إنه سين سوى ديني لبا هدي المي محاها إن رأي أي هدي المي كصباح رأي أورنا يا ما أنت أرنت تاجن يو من ماذي سئمت كي سدي وقوي وغير بعتي سدي ما أنت وحيهين sida kaliye maanta ummadan lagu badbaadin karo waxa ay dawladnimadii midaysanayd in la geeyo wqooy feeshana wuxuu ahaa arintaasi hadil meey baha elites ka siyaasadda ee maanta kuma may xukunka iyo xukunkani hadil meey lacagtu leeyahay konfereedna aqbali maayaan wqooyina aqbali maayaan wax kale meesha keeno dabeedna rayiga kadeen meey muxuu ahaa waxa weeyaan is hadil me lixdankii sidii lay isugu yimid labadii aan halkoodi ku celino mid kastaba halala labadana ha ka wada shaqeeyeen sidii mid walba u gooni isagoo u taagan uu taaba gali lahaa oo si wanaagsan u shaqeyn lahaa laakiinse waxa meeshi ka soo baxay khaasatan kuwa hadil me la sheekaysto siyaasiyiinta iyo hadil me haldoorka hadil me konfureed waxa weeye dawa hagaage mayo de wixii aan saasba yeele لكن سي تهدل مي بحاها رنتا سو وين نقطة أرين أنا كنا وحنو ترتا إذن كنا وحترتا سومالي نقود هم وحترتا كل قوة حوية أرين ما بضان أو سومالي لان أي هدل مي قبان كرتو دا إنا إنا هكرتا ما هي إنا إنا قلاش قيسو سيدا نوسو عرين لهاي ودولة نماذي هدل مي يسفر نتيجي وقوي سومالي لان هدل مي فرطة لغا ساري أنا إنا قونا واحد دل مي للافاق سلو ميلا لو أردو هل كان السلاس يقول لا وي أنا كان وين نقطة ميد وحنا قب انكرت دولدن يعني كل مية وحي أدو قول لي رتي يعني أو أي أي شيء بيصير دربي يعني حوج لي أو ها إلى وضع هذا الله دي الصومالية أي لقشة بركا سيدا دوار كتاب الله وضع هذا الله داس إلى وكمير على الكران وسيس أكران أرتا أن وضع هذا الله وأنا هشين السيدة بقى واحد لقوه هشين كرانا واحد ويان إن لقوه نقضاء lixdan kii labadii dawladeed midda talyaaniga ahayd midna ingiriiska ahayd sidee loo gaadhaa weeyaan laguma gaadhi karo laba maamul oo midba constitution uu sito ka mamnuucayaba ka kale wuxuu hadilmaya muxuu ahaa
وأهمي سيهان باو كل شقين أيوه إلا يسوه الفريسيو مرحلة داسي وكل كهدي الميلة بسلاية عرنتا أيها دبيدنا لو باهي إلا فورمالايس غريو أو دبيدنا عرنتي أي لو ريغان هدي الميلة محاها لبدا مامولو كل كاتيرا موغين عرنتاني فرقسامي لنك الدورة كل مياه تشوكتا كل كي عرنتاني بسلاتو ولكن ما يابا إن الدورة كل مياه تشوكتو دولة كارلا غيري تشوكتو كل كي عرنتاني بسلاتو ولكن ما يابا ما أنت الدولة حمر تشوكتا إني تشوكتا دولة كلابة تشوكتا لكن سوح وين سيدين وقادنا عرنتاس سيدين لو قاد لها وإن بلشادة وقوي بلشادة كونفوريت بلشادة سومالي لان بلشادة سوماليا إن هدل مية محاها أرنتان لا هدل مية محاها سو بندقو سوى ناكسن لو درسو لغادة عليو كل هدل مية فهم كي ما داد دويدنا هدل مية محاها وحاليا فورمالة تسك دو انستوشنسك كل قاعدة ماش دولد كل حيسا ها ويكون يرسل دولد كل مية لكن سي ما يسعون إلا إما كذا واحد ديد سنتح إنا هدل مية يضو مو يعد كلابا arintan hadil miy ka hadli karto ay wax ka qaban karto waynu ogsoonahay iyada iyo cid maanta xamar joogta mid koodna sida wax yihiinay arintan ila bulshada loo bandhigo oo hadil miy ah sideedaba ma aha arintan unrecognition wax la yiraahdo ictiraaf la horta wax Soomaaliland oo kaliya istama caalamka imka waxa jira 12 dowladood oo sida Soomaaliland oo qaar Yurub ku yaala قال إيش يكوي هلان حقا يروح هدي المية هاللوبته دولة هدي المية محقها إمكا كشقين إيسا وذا هذا الكا سومالان يا سوماليا والدولة السركية قا لبا تضاسي لين عبي كايس دا قبرص دو واحد كم يديهن لين عد قبرص حين عد ترك دادك تركي قا يددك يقوان كالتقنا إلا قولي واحد دوني إني كتكتو حويا لين عد تركي قا يا دلمي محارنتن إني كبح ذو سر قبر سانجتت دولة تركونا وعدة دبتها يعني كعوني سارنتاس وكوبية طبعا والد درس أرنتن ودتك هدلمي علمي جه سياسة صدق آد ودرس سياسة ما ودرس وحيالها كصوب حيد دراسةها وحكمها أرنتن لقوما حلي كرو political elites أم بابا هديل مي ده كييجو هرمود سياسة ده كلها كامبا حكومك كلها قاعدة كهية إيه لبابا قيبة ده إسحية إني هديل مي بحها هشيس إني كجارة وحلو به هي إن سوى نعكسن لو ودا دو هديل مي بحها سنين عشاق ها فكر كجود السومالي لان أي كل سنة هي دولة دني كسو بحرة أي كت هاج أنت هاي وأقول إستاج الصومالي لان فكر كاس يدو أو دت كذي آمنسن أو دبت هاجن أو عاون إيسا أو هدي المي در إيسا لأن فكر كي واتي اللي سكود الرعي ويد اللي سكود عسنا أيه وين يقولاتها أرنتن وحكا قبت كيدو ينو وباهن يهين هوسلو دتشيو إن بدن بعد كم معنا إن وطن كا كونفرات شوكتي إن يو إن كي واتقانا اعتراف كي سومالان الا هذا لما هي محادث ليه هاي ادو ان الباب ذيب على قراء يا بس ليه هاي قاب كا هدي المي لور هذين يا انا وحي لتا هاي خلدا ان سادو شيك تاي ما ملكان ما انت تشرع كل مية وحواكي وهرية كسو ديرة ارنتن هدي المي اني كغاحي لانتا هاي ارنتو اني كوحي لانتا هاي سدح ذهير أي سياسة ذات بدي واحد وياه واحد ليه هذا لوكال أم بابا هدل ميك أنت الداخلي جاي صومالي ذا كل كهرباء الدم بيسو جاي سي ما أنت ندمتي هل كيد بيت هاي إن ندمت قصة لا يسنت هاي ربنا اللي بقى واحد تأسيس عام يسا هدل مي بحاء واحد ليه هذا ريجينال أم بابا عنش ذا إن لوكال جودة أهان ده بدنا واحد كذا عارفين كلو هدل مي بحاء ريجينال أم بابا هدل مي ديجانك أي ودنك صوماليا ku xeeran Ethiopia Kenya Djibouti hadil miy baa anu waxaan arkaa dhinacaas in hadil miy laga marmaan tahay inay soo galaan dawladaha galfku oo regionkeen uu ka balaaran yahay hadil miy geeska Afrika hadil miy baa dabeedna hadil miy baa international horta kulka hore aragtidi ahayd
اعترافك وحي إن جذح لني هاي أوكلية دولة لها كله وحي هدلمي كل مية هاي سوتشي دسي ورمي قيم كلا شرتوا إن جذح لنت هاي أن وذا هذا له لكن سأميد ده دقين هلك أرنتوا أحد أو أه سيد أسرو بس أنا هاي مثك إيمانه يأون لوا معمولة أي تهاي لبا شعب وكل كي هرانا يجو إصدارتي إما كان أي تهاي إني لبا كلا هذا qaybi si kala duwana in ay arrinta ka hawl galaan oo si hadilmay taasa hadilmay dawladihii rijinka iyo tii caalamka ba horta soo jeedinaysa taasa ictiraafku waxa ku ictiraafsay waa caalamka weeyaan waa united nations laakiin sa waxay ku xireysa wax weyn arrintan hadilmay baxaa taas waa mid talabaad Soomaaliland halka ugu dhibaatada badan ee hadilmay baxaa ee wax ka xilay وأركتدا قوني ستاق الصومالي لان هلكو كسري سنيحي هدي سيدا إمي كسعوطة ضد مناي الأركان أي تهيمد دولة تاقن يو هدي المي أمت تاقن وحكاقو أي أي تهي عالم كبديس وحركي يعني أفهم تاني قانون كعالم أي كوهر كمتاي لكن سهدي أي تهي أركتدو لبد دولة دود يلبا شعب أو صومالي هو دا هادين لكن س بقولال سنة كل كلا شيء عندما ما ينتهى عندما ي كل كلا شيء هدي المية ومن نك قاطعي هدي المية بحاها استقلال كذا إنجليز من نتري أنا كقاطعي حكم إنجليز بدو كسب بربارو كون دفري حكم كدولة دم وحية هاي من نا وكون دفرو كبر باره هدي المية حكم تري أنا وحية هاي سلام الله على هدي المية أو يسوي مد أو هدي المية act of union أيها هدي المية بحاها سك يعني waxa jiray hadil meey baxaha qaanun baarlamaankii Soomaaliland amba dawladdi Soomaaliland ay qortay oo hadil meey act of union ki ay qoreen waxa jira act of union ay qoreen hadil meey baxaha dawladdi kulkaan istiqlaalka qaadan ee hadil meey Soomaaliya assembly gis labaduba waxay oranayaan act of union ba la yiraahdo waxa weeyaan isu imad dadka badidiis caalamku wuxuu u haysta Soomaaliland inay laba wax oo isu yimid saas ma hayna wax isku mid ah oo isku hadilmi isticmaal ah oo waligood ba isku mid ah ay ka go'ayso arintaasi wanaagsan ugu may hawl gelin Soomaaliland waxaad moodaa inay u badnaayeen arintan ah hadilmi baxaa waanu go'anay wixii sax ahaa amba wax qaanuunku wuxuu ictiraafsanaa caalamku ayaanu ka go'anay ayay eelo aan ku soo yara noqono waxa la yeeshay siyaasiinta Soomaaliland way guurguuraan oo waxa la yimka Ismaaciil xaggaas oo kale markii dawladdii federaalka yar yaraa ay yimaadeen in waxba ka noqon waayo Soomaaliland ba yimi qaar badalo Soomaaliland laga matalan marka wasiiray way yaacano koonfur bay tagaan aragtida siyaasada guurguurka maxaad ku sifayn lahayd siyaasada guurguurka waxaan ku saynayaa soo waxa jeed gabay lugtii faraska raacday iluunku gowracay dadka aad ka hadlaysa waa kuwaas dadka guurguuraya annagu kolkii horena waxay ahayd arrintayadu mid danta Soomaaliyeed waxay ku tahay labadii qaybood ee isu tagay inay hadilmay ka wada shaqeeyaan inay mid noqdaan laakiin iyagoo laba ah federaal laba ah kolnaba hadilmay annagu hadilmay muxuu ahaa dadka yagi siyaasadayadii hore ayaanu hadilmay muxuu ahaa ku taaganahay Soomaali laba dawladood oo isu tagay ayay ahaayeen midnaba iyo kala tagba labadii unba hadda shaqeynaya kolnaba annagu arintaas kamaanu hadilmay tagin waxaanu ogaanay kolkanu si wanaagsan u darisnay sida maanta Soomaali tahay wixii waajib ahaa Soomaalinimaha waa gudanay laakiin kolkanu runtii u soo noqonay inaanay maanta dantu ku jirin labadii inay hadilmay wada socdaan waxaanu aragnay in hadilmay qaybta koonfureed ay badi ku salaysnayd sadbursi iyo xabob ilaa imikalaasna ay ku degi lacdahay sidaas awoodeed waxaanu aragnay labadii maanta inaanay is hadilmay muxuu ahaa dul fuulnaan karahayne
دنتو أي كشرتو إن لبا لكن سو كلنا با كل كي يهرن تاسان هدي المي محاها وما نتجين هدي المي منصب كدونتا وحا هدي المي سيدي إنا وصيدان كوشي يجي لبا بكون يستدوا ذي إلا ما أنت وحن لا وقت جوان نقونا يا وحن كل نقونا يا هدي المي سمال انت سو وحن أكور شري سيدا وقو حبونا أرمها ما أنت كتاقن جيغة سومالية سياسة أرمتا سأي سورو بلحيد تيبان أصوب بمبحي dadkii hadii ilmi muxaa lahaa gooni baan isu taageynaa ee Soomaaliland joogay waa idinku waafaqsanahay laakiin sida wuxu wadeen kuma dhalayso Ismaaciil hadii lagu yeero maanta Soomaaliland hadii maanta Soomaaliland lagu yeero lagu raahdo kaalintii aad ku habooreyd war Ismaaciil oo in badan baad il xarkaha Soomaaliland aad matalan in akala furaysiin maanta waa digan aad ugu soo inaad wax qabato marka hadii masab lagu dhibo sida kula tahay هاي هرتا عنو إما كادل مديه وحبذن نوان سوق بتاي خبرت بذن نوان ولا هي أرمهان وحلي على وحي أنا جا يوحي لنا سيدي أرمتن وحلو قمنا لها نديار بان وهاي لكن سيدي تهيبة سنة هربا وش جاي سد حدا حزبي سد حدا بان وحن سكت ها جاي هدل مي بحها إن ك ك إن سكور ريو سسي ما نسكور ريو إن عيد كل كواح ويا مشكلة ده حد المي بحاه دولة دي هاي ستة وحول بحزبي ياد مودة إن لقد هي هاي أو كل كحد المي حتى عشان تاسو كل اللي سبب تغيير هل كي أنا لها أن الوتش لسين لها أمد نمو وتش حزبي لسين يكو كاسبا أنا كت حزبي إيوه أنا وراه حد المي بحاه مش علي وقت كان إن عد قهر بالله يقتهمه وادي كرت أبدا ندرسيه أدنى وأنا ولا صعبة دلمي عذاب تسوي شقين يدي باتوي يمكن ده حدود كتير يسدي الحقيقة قال هاي أدنى ولا صعبة لكن سوى وقت قال كتير سن هدلمي وش يقول لي ما نقارن تي أنا هدلمي محاها أرين تاك تلعب سن لها اسمع الآن سومالي مك واحد كتير مشاكل في رمضان ومن قبل الله وقع بسلا ما وحى الله وقع بسلا وين ما وين فوت بس ده إن عرقت ده مدة بدل كتير تي محادي باتوني كين كرتها أرين تاس وحى أنا وأركل كهرباء إن habkan federaalka ee dilmiye konfur laga wadaa inuu khatar weyn u keeni karo jiritaanka umada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan jiritaanka dilmiye baha ee konfur anuu waxaan aaminsanahay dawlad midaysan oo isku duuban oo konfur inay dilmiye maxaa istaagto wixii kala furfuraya dawladdaas ee hadii ilmi kala qaybinayna waxaan u arkaa inay konfurna khatar ku tahay Soomaaliland khatar ku tahay waday taas si xun u burburto waxa laga yaabaa in loo rakaabsado oo laga dhigto salaan Soomaaliland hadii ilmi lagu sii burburiyo waa in ogsoonay habka federaalku inuu imika hadii ilmi dhinaca Soomaaliland ku dhideedana oo hadii ilmi muxuu ahaa xogaa hadii ilmi muxuu ahaa had guduba ka imanayo oo qaybo kala duwan oo ay ahayd inay konfur ka shaqeyso sidaanu uga shaqeynay konfur inay isu timaado ay wada shaqeyso Soomaaliland waajib baa ka saaran konfur inay ka shaqeyso inay Soomaaliland hagaagsan oo xulwada gaari kara oo xalad qaban kara inuu jiro kulka habkan hadii ilmi maanta konfur ka socda hadii ilmi horta khatartiisu ayay saas u leeyahay haddaan hoos ugu daadogo hadii ilmi maxaa aha oo dawladdi suuragal ma aha in hadii ilmi maxaa aha in konfur ay ka dhacdo hadii ilmi doorasho one man one vote hadii ilmi maxaa aha habkee kale ugu haboon anigu waxaan u arkaa qaabkii ahaa 4.5 la oran jiray hadii ilmi kasoo baxay carta ee dawladdii hadii ilmi ku meel gaarka ahayd ee ku shaqeynaysay waqtiga ku meel gaarka macna wuu lahaa wax la isu meel laga qabtaaba ma jirin meel hadii meel la taga kulkaas hadii meel maxaa ahaa laakiin sa imika dhinacii koonfurtu wuxuu gaaray waqti hadii meel maxaa ahaa qayba degan ay jiraan meel badan oo aan deganin ay jiraan waxa haboon meelaha degan oo dhan in qaabkii hadii meel maxaa 4.5 ka laga dhaafo kulka la eego kulka waxa soo haraya waa qaybaha hadii ilmi maxaa ahaa maanta hadii ilmi shabaabku uu ku dhex jiray ee amaankii aanay suuragal ka dhigahayn in hadii ilmi maxaa dadka la yiraahdo sukaalayo hadii ilmi sidan baa la yeelayaa
داود يا البرنامج كني ملح سياسة اتضابات كنا انتاسي ايانا كسو قبقبين اتاني انتاني كل مدونو ادي يا ديادو محسن داي. Thank you.